مشروع قانون المالية 2019 ومناقشة النواب له، خاصة بأنه لم يتضمن أي زيادات في هذا المشروع الجديد لسنة 2019. ويلتحق بنا الآن الدكتور هواري تيغرسي النائب عن جبهة التحرير الوطني بالبرلمان. أهلا بكم دكتور تيغرسي. دكتور تيغرسي، نعم، مرحبا. صباح الخير. صباح النور دكتور. صباح النور، كيف حالكم؟ الحمد الحمد لله لله. الحمد لله. إذا دكتور هواري تيغرسي، نتحدث عن مشروع قانون المالية 2019 الذي هو محل مناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. نعلم جيدا أنه لم يتضمن أي زيادات في الضرائب تخص وتمس جيب المواطن البسيط، لكن أنتم كيف ترون هذا المشروع مقارنة بالمشاريع السابقة؟ ما هي الإيجابيات التي تضمنها والسلبيات أيضا؟ الو تفضل الو دكتور والله تيغرسي. شكرا العفو. سيدتي. في الحقيقة قانون المالية لهذه السنة معروف تقريبا من استقرار الميزانية مقارنة مع تقريبا السنة الماضية، وإن كان الجانب الإيجابي اللي موجود فيه عدم وجود رسوم وضرائب خلال هذه السنة، وإن شاء الله تكون بنفس الوتيرة للسنوات القادمة، وإلا إذا كانت بهذا الشكل يجب أن يكون طبعا مقابل للمواطن الجزائري، وخاصة في قضية التحويلات الاجتماعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي موجودة في قانون المالية أنه عرف كذلك رفع التجميد خاصة على المشاريع القطاعية المهمة، ونقصد بها قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع التعليم العالي، قطاع الأشغال العمومية خاصة مع مشكل ونقص المياه الموجود في الجزائر. هذه طبعا تقدر تقول نقاط إيجابية مهمة طبعا موجودة. حاجة أخرى أنه قانون المالية السنة جاب تدابير مهمة خاصة فيما يخص التحصيل الضريبي. التحصيل الضريبي اللي هو مهم جدا، وأنا من دائما نقول أن هناك إشكالية بالنسبة للتحصيل الضريبي، لأنه لو غطينا هذا العجز اللي موجود في التحصيل الضريبي أكيد راح يكون عندنا توازن الميزانية. ونلاحظ من ضمن النقطة السلبية الموجودة في طبعا قانون المالية هذا السنة هو عجز في الميزانية يقدر ب 2049، وهذا في الحقيقة رقم كبير، والأكيد أنه راح يغطى عن طريق التمويل الغير التقليدي، وهذا ما نرفضه أن يستمر في طبعا السنوات الجاية. فقط أنه قلنا هذه التدابير مهمة إذا طبعا تم تحقيقها، وهذه التدابير معروفة اللي هي مثلا تشجيع الاستثمار، محاربة الغش مهم جدا، تنسيق وتبسيط إجراءات، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، وهذا مهم جدا، لأنه لا يمكن أن نطلب من شخص أن مكلف بالضريبة أن يجمع لنا أموال طائلة دون دعم ودون إعطاء تحفيزات مهمة لي طبعا هذا الإطار على مستوى في القطاع حساس. حاجة واحدة أخرى اللي هو الدعم المالي للدولة. فقط أنه نقول أنه كاين كثير من الإيجابيات الموجودة، رغم أنه هناك بعض النقائص نقولها. الإيجابيات أنه مثلا في قطاع الصحة ممكن راح نشوف لأول مرة راح نشوف طبعا مستشفيين جامعيين على مستوى المناطق الجنوب اللي هي ورقلة وكذلك بشار. فالنقطة كذلك واحدة أخرى اللي هي ممكن نحكي عليها هو في قانون المالية، ونقول هي عبارة عن نقطة سلبية في الحقيقة، هو ضعف التشغيل خاصة فيما يخص التوظيف. وحاجة واحدة أخرى ووزير العمل مشكور بها، هو أنه طالبنا من خلال العمل تاعنا داخل لجنة المالية. نعم سيدتي. نعم تفضل أسمعك. طالبنا من خلال أنه يجب إلغاء أو التفكير في حلول للعمل المؤقت اللي موجود لأكثر من سنة 5 سنوات، لأنه من غير المعقول أنه طبعا إطار جامعي أو مهما يكون يقعد عنده كدخل حوالي 8000 أو 12000 أو 15000 لمدة سنتين، أو حوالي حتى في بعض الحالات 8 سنوات. هذا النقطة السلبية اللي موجودة في قانون المالية. والنقطة الأخرى قلنا أنه يجب التفكير للمرحلة الجاية ما دام أنه مدى لا ننسى أيضا هناك من أصحاب الشهادات العليا، هم الآن يعني موظفون بعقود التشغيل ولم يتم توظيفهم أو دمجهم منذ سنوات، يعني لأزيد من 10 سنوات، يعني نشوفهم ما زالهم يخدموا بخي أمبلوا.
والله نظن طالبنا من خلال السيد وزير خاصة في العمل قطاع الصحة. بإيجاد إجراءات صارمة، وطبعا التفكير بسرعة لإيجاد الحل المناسب لهذه الطبقة من غير المعقول. أنا نقول بنبدأ بهذه العملية من غير المعقول، لأنه ناس 7 8 سنوات و10 سنوات، تخيلي أنه مهندس دول مثلا في الإحصاء يخلص 12% أو 15% من غير المعقول هذه. ونظن كان رد سريع من خلال السيد وزير العمل بلقاءات مباشرة مع المدراء، كل المدراء بطلب، كان يطلب منهم واستشارة منهم باش إيجاد الحل المناسب وبسرعة لحل هذه الإشكالية. ونقول المفروض الإشكالية هذه يجب أن تحل خلال هذه السنة. ممتاز. ماذا ربما عن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2019؟ هل هي ملائمة ربما للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والمتطلبات التي ربما تحتاجها الجزائر في السنوات المقبلة؟ والله شوف سيدي، انا مع فكرة دائما نقول ممكن، انا عندي واحد الافكار كاستاذ جامعي واقتصادي، نعرف انه الذي يخلق الثروه هي خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا لازم نعاود دائما نفكر في قضية الاستثمار ومناخ الاستثمار بكل صراحة اللي لا غير ملائم في الجزائر. يجب طبعا ترقية مناخ الاستثمار، ولا يمكن طبعا ترقية هذا المناخ إلا إذا نقولها في كل مرة، هو رقمنة القطاع باش نعطي أكثر شفافية ونقدر نراقب كل ما يمكن طبعا مراقبته. وهذه نقطة طبعا سلبية تعود علينا، يجب التفكير في مناخ الاستثمار. لأنه نعطيك فقط مثال، لو تعرفي أنه اللي يدفع خاصة طبعا الأدوات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في الجزائر حوالي 3 ملايين من 6 ملايين، معناتها 6 ملايين واحدة أخرى 6 ملايين واحدة أخرين موجودة في السوق الموازية ولا تدفع طبعا هذه الرسوم المهمة. طبعا الإشكالية أنه السوق الموازية كبرت ولينا ما نتحكموش فيها. أنا نقول دائما يجب مرافقة هذه السوق الموازية، مش كلام فقط، يجب مرافقتها بإجراءات عملية، معناتها يجب منح فرص الاستثمار لهذه طبعا الكتلة المهمة اللي موجودة داخل السوق، يجب تحفيزها كذلك، يجب ممتاز. خلق مشاريع استثمارية باش نقدر نمتص هذه الكتلة اللي لها مهمة، وبصراحة هي اللي راهي تخلق الثروة، ولكن بطريقة موازية ولا يستفاد منها لا الضريبة ولا الرسوم ولا كذا ولا كذا. طبعا ضروري أننا ندمج هذه الشريحة المهمة في الجزائر. ممتاز، شكرا جزيلا لكم دكتور هواري تغستي على هذه المداخلة.